جيت باش نشارك معكم في التصدي وفي فتح أكبر عملية نصب واحتيال، أكبر عملية سطو، أكبر عملية نصب تعرض لها الشعب المغربي وتعرض لها البلد برمته في تاريخه المعاصر. هذا الحزب اللي بدات الآن كل الأقنعة تتساقط قناعا بعد قناع عن وجهه الحقيقي، هذا الحزب اللي بدات اليوم تخرج كل الشياطين المختبئة في اللحيات ديال زعماء هذا الحزب. أنا ما جيتش باش نشارك معكم فقط في الحملة الانتخابية، ما جيتش باش نشارك معكم فقط لكي أدعوكم ولكي أدعو ساكنة مدينة طنجة المناضلة ولكي أدعو شباب وشابات مدينة طنجة المناضلة لدعم والتصويت على المرشحين ديال الحزب الأصالة والمعاصرة. لا، ماشي هذا هو الهدف اللي جيت من أجله. جيت باش نوجه لكم كلام وأرجو أن تستمعوا يا أيها الشباب. ما بغيت لا تصفيقات، ما بغيت لا شعارات، لأنه بعد تسعة أشهر حان الوقت، بعد تسعة أشهر من تحمل حزب العدالة والتنمية لمسؤولية قيادة الحكومة، ذات بدأت الأقنعة تتساقط واحدة تلو الأخرى، وبدأت كل الشياطين، كنعاود هذا الكلام، بدأت كل الشياطين اللي كانت مخبعة في اللحيات ديالهم تخرج شيطانا بعد شيطان. نعم، لقد تعرضت بلادنا لأكبر عملية نصب، لأكبر عملية احتيال. لا، ماشي هذا الشيء فقط، بل مارس حزب العدالة والتنمية عملية السطو، نعم، عملية السطو على نضالات الشعب المغربي، على نضالات الشباب المغربي الذين خرجوا في إطار حركة 20 فبراير في مختلف المدن وفي مختلف القرى المغربية. ولا بد ما تذكروا معايا، لا بد ما تذكروا معايا بأن بلادنا دخلات، لا بد ما تذكروا معنا بأن بلادنا منذ مجيء الملك المثابر محمد السادس دخلت في واحد العدد من الأوراش، واحد العدد من الديناميات الإصلاحية في كل المجالات. بلد امتلك جرأة المصالحة مع تاريخه، بلد امتلك جرأة ديال قراءة الصفحات الأليمة من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بلد صنع في محيطه الجهوي والإقليمي واحدة من أروع التجارب في مجال المصالحة، بلد اللي تفتحت فيه عدد من الأوراش ومنها ورش التقدم في المصالحة مع واحدة من مكونات الهوية الوطنية وهو المكون الأمازيغي لكي يمتل ثقل خاص في هذه المدينة وفي شمال المغرب. بلد لي استطع بفضل ذكائه الجماعي أن يعالج الكثير من الأسئلة الصعبة والشائكة في إطار مدونة الأسرة. بلد لي تحول إلى ورش مفتوح. كان من الطبيعي أن الحلم ديال المغاربة، كان من الطبيعي أن التطلعات ديال المغاربة تكبر أكثر، وهكذا جاء الربيع الديمقراطي في المغرب في انسجام وفي تجاوب الشباب المغربي مع الحراك ومع الربيع الديمقراطي اللي عاشته واحد العدد من البلدان في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط. وجاء حزب العدالة والتنمية وتعامل واحد الأسلوب أقل ما يقال عنه أنه أسلوب منافق
أسلوب خسيس في التعامل مع هذه الدينامية ومع هذا الحراك اللي خلقوا الشباب المغربي. وما خافيش عليكم الموقف الملتبس اللي تبناه هذا الحزب في التعامل مع حركة 20 فبراير. ولذلك مارس هذا الحزب أكبر عملية سطو على شعارات وعلى النضالات وعلى الأفق الذي فتحته حركة 20 فبراير في بلادنا. وجاء الاستفتاء على الدستور، وجاءت الانتخابات اللي أعطت لهذا الحزب المرتبة الأولى في البرلمان، وحصل بموجب ذلك على رئاسة الحكومة. ألم يحن الوقت بعد لكي ندرك بأن المغرب في تاريخه المعاصر وقبل حوالي 10 أشهر من الآن تعرض لأكبر عملية نصب والاحتيال على النضالات وعلى التوك. بالكيران يا تمساح سنواصل الكفاح، بالكيران يا تمساح سنواصل الكفاح.